إلى ذلك عاودت طائرات العدوان السعودي استهدافها لمناطق متفرقة في العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق استمر لساعات، حيث عاود استهداف قاعدة الديلم بأكثر من غارة عقب ساعات قليلة من استهدافها بأكثر من 13 غارة، كما عاودت استهداف الفندق التابع لمنتجع جارف السياحي بمديرية بلاد الروس ما أدى إلى تدميره بالكامل، كما استهدف بغارتين معسكر الجميمة المرابط في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء، إضافة إلى معاودة استهدافه تبت العرة في بني الحارث ولا إصابات، كما شن طيران العدوان أكثر من 6 غارات على مصنع الغزل والنسيج وأحياء سكنية في شارع مأرب بصنعاء، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتضرر عشرات المنازل والممتلكات العامة والخاصة، وبث الذعر في نفوس الأطفال والنساء.